ايه اكتر الدول اللي يعني رانك حلوه في هذه اللعبه يعني او هذه الرياضه؟ هو الرانك وهي تتقال عليها لعبه ولا رياضه؟ هي بره رياضه يعني بره دلوقتي فيز رياضيه، اللاعب متسجل في نادي، الموضوع متاخد خلاص بشكل رسمي بطريقه يعني فيري اجريسيف، بطريقه يعني غشيمه بحته. ليه؟ علشان يلحق ان هو يركب. وطبعا جيراننا في الخليج واخدين الموضوع بطريقه فيري اجريسيف عشان هو يعمل نفس الحاجه. وبرده المؤسسات اللي عندنا هنا في مصر، النوادي والشركات الاتصالات، واخداها برده كاعلان ان هم ده اعلان متحرك لخدمتنا. لو احنا شركه انترنت، الشباب دول ممكن نستخدمهم كاعلان كبزنس ان احنا نثبت ان جودتنا كويسه. ففي ناس كتيره شايفه اوبورتيونيتيز كبيره، لكن البلاد اللي بره واخداها بطريقه رياضيه. اوكي. ان هو مش مهتم بالعائد المادي على قد ما هو مهتم ان هو يطور شباب، مش بس هينجحوا له بس هيجيبوا الشباب اللي بعدهم، الجيل اللي جاي ده يودوهم في حته ثانيه خالص. فكوريا طبعا يعني بطريقه غير طبيعيه. يعني الاتحاد في اتحاد في وزاره جيمنج في كوريا اصلا، في يعني في وزاره جيم، يعني في وزير جيمنج. لا هو عنده كام سنه بقى؟ لا راجل كبير 52 او 53 سنه، هو واخد الموضوع يعني ليه؟ علشان الشباب جهدهم وحبهم كله جوه موضوع، وبره لما يشوفوا الموضوع ده دايما بيتدخلوا فيه دايما عشان يثبتوا للشباب ان هم معاهم. احنا عموما مطمنين على المستقبل، طالما انت هتفضل محافظ على الشغف ده كله اللي جواك. في باشن وانت بتتكلم غير طبيعي. فان شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق والموضوع يكبر ويتصعد اكتر. وطالما بنتكلم بقى في بطولات عالم، لا يبقى ربنا يزيد يبقى اوكي. لا بجد جود لك يا يوسف. وبس زي ما انت ذكرت النقطه الفيصليه، ان انا لازم اللاعب بتاعي يكون مركز بعدد ساعات معينه، ما ياثرش على حياته، ما ياثرش على اي مجال بقى في حياته، سواء عملي او شخصي، ولاده، زوجته، اهله، يعني ما يبقاش في تاثير ليها سلبي ابدا. فلو احنا ماشيين بالكلام ده يبقى اكيد كمان بنرفع اسم مصر في الحافل الدوليه، فده اكيد يشرفنا كلنا.